حياكم الله، تأتي مناسبة ذكرى استقلال المملكة اليوم بالتزامن مع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية، مئوية جديدة يمضي الأردنيون فيها بمسيرة العمل والريادة متطلعين إلى المزيد من العطاء، متجاوزين التحديات كافة ومتفقون على الأردن. اليوم نستذكر اهم ما تحقق من انجازات في جميع المجالات ونتوقف عند ابرز محطات التطور والبناء في مسيره الدوله. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي للحديث اليوم عن استقلال الاردن مع معالي العين سمير مطوع مساء الخير عليك اهلا بك يا سيدي. واهلا في الباحث في التاريخ الاردني الدكتور مهران الزبي مساء الخير. مساء الخير. صوت المملكه بدا اهلا بكم جميعا. اهلا بكم من جديد وارحب بضيوفي كل عام وانتم والاردن بألف خير وانت والمحطه والاردن وكل اهل الاردن بخير باذن الله مع حفظ الالقاب سابدا هذا اللقاء تفضل دكتور لا يسعنا ان نتحدث في استقلال الاردن الا عن التوأم الاردني وهو فلسطين والقضيه الفلسطينيه صحيح وساتحدث واياك لتروي لنا قصه الجمعه التي كنت حاضرها عند اغتيال الملك عبد الله الاول. تفضل، وبعد ذلك ساتحدث لان هذا شيء هو ديدن الهاشميين، معروفين هذه العائله علاقتها بالقدس ومعروف الشعب الاردني ما هو علاقته مع الشعب الفلسطيني والاردن وفلسطين هي قضيه واحده. سابدا بهذا اللقاء حتى نتمكن من الحديث اكثر حول الاستقلال وما نريده. من هذا الاستقلال وكيف نمكن نعم. استقلالنا نعم. سياسياً واقتصادياً تفضل نعم. يا سيدي الحقيقة أنا كنت من الناس الذين يعني قدر لهم أن يشاهدوا اغتيال الملك عبد الله الأول رحمه الله عن بعد أقل من عشرين متر كانت إجازة الصيف فأنا ذاهب إلى القدس لعند عند إخوالي يعني فالتقيت باحد اقربائي كنا اولاد صغار يعني بحدود 10 11 سنه نعم فقال لي شو رايك نروح نصلي الجمعه في الاقصى فرحنا اول ما دخلنا باحه الاقصى أه وجدنا عدد كبير من الجنود ينتشر في فسالنا شو السبب قالوا الملك عبد الله جاي يصلي الجمعه في المسجد الاقصى فطبعا احنا انبهرنا الملك فلذلك هبنا دخلنا وجلسنا الى جانب البوابه على اليمين البوابه احدى بوابات الاقصى الرئيسيه او البوابه الرئيسيه بالاحرى طبعا انتبهنا احنا على الجهه الاخرى من البوابه يجلس شخص متكون بهذا الشكل طبعا لم نعره اي اهتمام على اعتبار انه احنا يعني جايين نصلي لما قالوا هي الملك عبد الله اجا وقفنا بدنا نشوف الملك احنا اولاد بدنا نشوف الملك عبد الله والملك عبد الله صيته كان يملا الدنيا نعم. فاول ما دخل مالح يمشي كم خطوه ولا ما شفنا هذا الاخ نهض هيك بسرعه مسك هالمسدس وبلش يطلق النار فابدا شفنا الملك عبد الله نهار على الارض فالتف الجنود الحرس ورشوه يعني كذا صليه المهم وقامت الدنيا ولم تقعد وتكوموا الناس وبطلنا عارفين نخرج من المسجد الاقصى وصرنا نزحف بين رجلين الناس كاحنا كأولاد لحد ما تمكننا نخرج فكيف يمكن لولد في سن العاشره ان ينسى مثل هذه الحادثه آه. يضاف لذلك نعم. ان والدي رحمه الله آه كان صديقا لبعض الوزراء في حكومه توفيق ابو الهدى وكان كان بالسابق ضابط في قوة حدود شرق الأردن كان اسمها نعم. ثم بعد ذلك التحق بوزارة الداخلية كضابط ارتباط في بداية أزمة اللاجئين حتى يكون ضابط ارتباط مع الصليب الأحمر اللي جاء للعناية باللاجئين فكلف بتنظيم مؤتمر أريحة مم. الذي تم الوحدة بين الضفتين نعم. فطبعا كل ما تعلمته نعم. عن القضيه الفلسطينيه عن كيفيه انقاذ الجيش العربي لما سمي فيما بعد الضفه الغربيه والقدس كل سمعته من والدي الى ان اكتشفت القصه الحقيقيه لما انجزه من انتصار هائل الجيش العربي في فلسطين سنه 48 بغض النظر عن الهزيمه بغض النظر عما حدث في المجمل هذه العمليه وانا ارختها في كتابي هذا اللي اسمه اوراق في ثلاثيه الاعلام والحروب والازمات اسمها عمليه طارق عمليه طارق نعم عمليه طارق يا سيدي سميت العمليه الاسم الكودي بيسموه من سوره والسماء والطارق ولما حكيت ل الله يرحمه لجلاله الملك حسين انه انا اكتشفت الوثائق البريطانيه وثيقه يا سيدي تتحدث عن اجتماع بين ارنست بابن وزير خارجيه بريطانيا وتوفيق ابو الهدى وفوز الملقي وجلوب باشا. لا. كانت بموجب المعاهده بيننا وبين بريطانيا يجب ان يتشاور الاردن في كل خطوه عسكريه. الملك عبد الله كان يريد ان يدخل الجيش العربي الى فلسطين لانقاذ فلسطين والقدس بشكل خاص. جلوب باشا كان معارض وبريطانيا كانت معارضه فارادوا الحصول على تفسير لماذا المعارضه؟ فقال لهم إرنست في الآخر يعني إحنا ما عندناش مانع إذا يدخل الجيش العربي فلسطين بس بشرط أن لا يتجاوز خط قرار التقسيم باي ون إنش <applause> فلذلك يعني لما اكتشفت هاي الوثيقة أنا كنت في ذلك الوقت بحضر الكتابة عن حرب السبعة وستين <applause> وكنت ألتقي بجلالة الحسين الله يرحمه <applause> في لندن لأنه كنت أعمل معاه مقابلات عن موضوع الحرب اضافة ل يعني في الحصول على الوثائق القوات المسلحه والى اخره. فالمهم حكيت له على هذا فالرجل يعني عانقني بحراره وقال لي اوعك توقف كمل كمل ابحاثك حتى تكتشف تفاصيل هاي بنصحك تقابل شخصين جلوب باشا وحابس باشا. أه. ونادى سكرتيرته رتبت لي التقي بجلوب باشا في لندن قعدت مع جلوب باشا اربع جلسات كلها عن حرب 48 وكذلك الحال مع 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 الباشا المجالي نعم فاني كل يعني طبعا حدثوني عن كافه التفاصيل العمليه هي باختصار محاصره القدس الغربيه والحيلوله دون وصول الامدادات بالرجال او السلاح او الذخيره او المؤن من السهل الساحلي الى القدس الغربيه اللي اغلب سكانها يهود. ونجحت الكتيبه الرابعه اللي كانت معسكره في تلال اللاترون المطله على طرق السهل الساحلي بهذا الشكل. واستطاعت الكتيبه الرابعه ان تحول دون وصول هذه القوافل لدرجه انه في الهجوم الاول الذي شنه شارون يعترف انه قتل 400 جندي اسرائيلي. مه. في الجولة الثانية اللي حاولوا يخترق يعملوا اختراق في اللطرون عن طريق باب الواد للوصول إلى القدس يقول في مذكراته أنه 1200 واحد قتلوا في هذه الحرب فحتى يعني يجدوا مخرجا لتزويد أهل القدس اليهود حاولوا فتح طريق ترابية تمر إلى الخلف من اللطرون سموها طريق بورما بورما نعم محمود الرسان رحمه الله كان كان ضابط عبقري في عين ماء قريبة شو سوى مد برابيش وغرق الطريق بالمي بحيث انه لما بتيجي اول سيارة بتغرز وبيغرز كل السيارات وراها وهكذا حال دون وصول الامدادات الى القدس نعم. استكملت العملية عندما الله يرحمه عبد الله التل تمكن من احتلال التلال الشرقية للقدس الشرقيه يعني وتمكن بالتالي من السيطره لا. لدرجه ان يهود القدس حوصروا لمده 120 يوم حتى انهم اكلوا الجرذان قبل ان يخرجهم الصليب الاحمر طيب دكتور هذه القصص ربما تحتاج الى الى ساعات تلفزيونيه حتى نتحدث بهذه التفاصيل وددت ان اطرح هذا السؤال حتى نبدا هذه الحلقه يا سيدي. في فيها اسمعني اذهب الى الدكتور مهران ليتحدث عن السؤال. وانت باحث في التاريخ الاردني ما نعم. الذي يستوقفك عندما كنت تبحث في التاريخ الاردني نحن نتحدث عن استقلال الدوله اليوم. نعم بالبداية نهنى حميد البيت الهاشمي الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الاستقلال الماسي الخمس وسبعين فكل عام والأردنيون وقيادة وشعبا بألف خير بداية يعني عند الحديث عن ظروف الاستقلال منذ عام 1946 عندما بدأت بوادر أو يعني نتائج ما تم تحقيقه خلال 25 سنة من النضال من قبل الملك المؤسس وبالجانب السياسي لا سيما مع الاردنيين الذين تشاركوا معه منذ البدايات بدات هناك تظهر هذه البوادر في عام 1946 بعد ذلك حصلنا على الاستقلال وكان ذلك نتيجه لعده ظروف خدمت هذه القضيه وهي قضيه الاستقلال. م. هذه الظروف يعني يمكن تلخيصها بعدة نقاط لا سيما فيما يتعلق بقضيه النضال السياسي م. الذي خاضه الملك عبد الله الاول مع الاردنيين. النقطة الثانية تتعلق بالظروف الاقليمية للبلدان العربية المحيطة. والنقطة الثالثة تتعلق بالظروف العالمية التي أدت في النهاية للحصول الاستقلال مهم. بداية عندما نتحدث نحن عن الاستقلال السياسي والنضال السياسي الذي تحصل عليه الملك عبد الله كان قائما على سياسة خذ وطالب يعني وهذه معروفة عن جلالة الملك عبد الله الأول رحمه الله بمعنى بمعنى أنه كان دائما يفاوض الإنجليز على ابسط الاشياء من الناحيه السياسيه، بدايه بتوقيع معاهده 1928 ومن خلالها حصلنا على القانون الاساسي، وبعد ذلك انتقلنا الى وجود المجالس التشريعيه فيما يتعلق بدعمه للقضيه الفلسطينيه، وفيما يتعلق ايضا بانتقادات التي كانت توجه للامير نتيجه لدعمه للقضيه الفلسطينيه سواء بثوره الفراق البراق عفوا والثوره الفلسطينيه الكبرى، هذا دائماً ما كان يتم توجيه للأمير انتقادات وأنه تدخل بالشؤون لا سيما وأن بريطانيا كانت تسعى لإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين، لذلك كان هو دائماً يفاوض الإنجليز ومهما تم إعطاؤه من من هذه المفاوضات كان يقبل بها مباشرةً. دون الاعتراض على باقي الشروط. يعني لو افترضنا أن هناك مطالب كانت تتكون من عشر شروط أو عشر مطالب بشكل أساسي، لو أعطي منها خمس أو ست شروط كان يقبل بها نعم. الأمير، ومن ثم يعيد الكرة مرة أخرى. هذا فيما يتعلق بالنضال السياسي، وغالباً ما كانت رجالات الأردن الأوائل كانوا يساندونه بهذه الطريقة. فيما يتعلق بالظروف الإقليمية العربية تحديداً. نشأت هناك حركة تحرر عربي على مستوى بلاد الشام والعراق وبقية البلدان العربية وهذا كان حافزا يعني للأردنيين وللملك أيضا للضغط على بريطانيا من أجل الحصول على الاستقلال نعم. لأنه فكرة أن تعترف بريطانيا بالأردن منذ عام 1928 بالمعاهدة الأردنية البريطانية واعتبار الأردن دولة هذا كان بحد ذاته إنجاز أولي ولذلك تم البناء عليه لاحقا بال28 بال28 فيما يتعلق بالظروف الدولية بشكل عام اندلاع الحرب العالمية الثانية من عام 1939 إلى عام 1945 وهذا أيضا كان قد استغله الأمير المؤسس لا هو استغله أيضا يعني هو ناهيك عن التأخير لكن هو استطاع استغلال هذا من خلال مشاركة الجيش العربي الأردني في معارك الحرب العالمية الثانية يعني وهذه قله من الاردنيين الذين يدركون ان الاردن كان يشارك في الحرب العالميه الثانيه شاركنا نعم شاركنا شاركنا, إيه شاركنا, شاركنا بسوريا وشاركنا في العراق وتم ارسال فرقه عسكريه الى مصر لمساعده القوات البريطانيه في حال انه كان رومل ثعلب الصحراء القائد الالماني اذا ما استطاع هزيمه الانجليز في معركه العلمين إيه. ولذلك شاركنا نحن واستغل الملك المؤسس هذه النقطة أيضا للضغط على الإنجليز حتى أن الإنجليز بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945 قاموا بتوجيه رسالة يشكرون فيها الأمير ويشكرون فيها الجيش الأردني وتفاجؤوا من مدى كفاءة الجيش الأردني بتلك الفترة ولا في قضية العراق وقضية سوريا <applause> ما بعد عام 1945 ترافق مع انشاء هيئه الامم المتحده وقضيه الجامعه العربيه ايضا في عام 1945 هذه كانت حوادث تبشر وتنذر بانه لابد من الحصول على هذه الدول التي كانت تخضع للانتداب الانجليزي او الفرنسي بالحصول على الاستقلال. لا سيما ان قوه بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه تراجعت بشكل كبير لان معظم معارك الحرب العالميه الثانيه كانت في الساحه الاوروبيه م. وهذا ما دفع بريطانيا الى ان تخفف من تكاليف الانتداب والاستعمار على مستوى دول العالم وهنا جاء دور الامير مره اخرى باستغلال هذا الظرف وتم عقد المعاهده الاردنيه البريطانيه التي تم من خلالها الاعتراف باستقلال الاردن في يوم 25 5 1996 و40 ناهيك عن ذلك بأن الملك عندما تم إعلان الاستقلال وألقى كلمته أمام المجلس التشريعي لم ينسى أيضا فلسطين وأكد بأنه ما زال يناضل من أجل القضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين أيضا على حقوقهم الشرعية طيب ماشي هذه معلومة جديدة شاركنا بالحرب العالمية الثانية عندك دكتور هذه المعلومة؟ بلا بس يعني ما كنتش اعرفها بهذه التفاصيل اما بعرف انه الاردن بالذات يعني شارك في في المعارك التي دارت في سوريا وفي العراق اما في مصر ما انا ما كنتش يعني ما عندي فكره بالضبط كيف واين طبعا بعرف انه يعني الاردن حاول مساعده بريطانيا في التنظيم والاستعداد للمعارك الكبرى التي كان يعدها رومل نعم اللي يسموه نعم. ثعلب نعم. الصحراء. اما يعني مشاركه قتاليه ما انا ما بعرف عنها. طيب ساتحدث عن الاستقلال وهل وكيف سينعكس على المواطن الأردنية لكن حتى ناخذ الموضوع بوقت اكثر اذهب الى فاصل قصير اول وبعد ذلك اتواصل واياك. وهو كذلك. فاصل قصير اول تفضلوا بالبقاء معنا. اهلا بكم من جديد وأجد ترحاب بضيفي واعود اليك دكتور لاتحدث واياك حول كيف انعكس الاستقلال على المواطنه الاردنيه. يا سيدي المواطن الاردني وخصوصا المتنورين من الاردنيين وكان هناك منهم كثره في الاردن نعم. يعني بالمقارنه مع بقيه دول بلاد الشام استطاع ان يدرك المواطن الاردني ان ما حققه الامير عبد الله للاردن شيء تاريخي ومهم جدا وهو الاساس يعني كثيرين من حتى من ربما كنت اتذكر اللي كرموا اليوم من اوائل الاوائل ادركوا أن الملك عبد الله او الامير عبد الله في ذلك الوقت ها يعني ينهج النهج السليم في بناء الدوله بانه يوحد ما بين العشائر والقبائل ويحل مشاكلهم وقضاياهم إلى آخره حتى يصبح الأردن أو أهل الأردن يصبحوا شعبا واحدا. نعم. في عهد الملك حسين أنا عمري ما بنسى هذا إنه أهم إنجازات الملك حسين في رأيي أنه وحد الشعب الأردني بعدما كان الإنسان في الأردن يقول أنا شركسي أنا آه. آه في انا أه. كذا انا كذا صار يقول انا اردني فهنا يعني بدايه بدايه البذور التي بذرها الملك عبد الله اثمرت في عهد الملك حسين بانه استطاع ان يجعل من المواطنين في الاردن كلهم اردنيون وكلهم يعني واثقين ويعرفون ما الذي تقوم فيه القياده الهاشميه لبناء هذه الدوله كل واحد انا بتذكر ابوي الله يرحمه في وانا صغير كان يحكي انه والله هذا اللي عمله الملك عبد الله هذا اللي انجزه الملك حسين هذا اللي سوى كذا يعني كان هناك يعني بذكر يوم الاستقلال انا كنت ولد صغير اخذني ابوي ونزلنا على الساحه ساحه المسجد الحسيني نعم للمشاركه في الاحتفالات الهائله التي قامت في ذلك الوقت بمناسبه حصول الاردن على الاستقلال فبالتالي يعني الشعب الأردني أدرك في ذلك الوقت أننا خطونا خطوة مهمة جدا نحو بناء الدولة من أسف أنه الملك عبد الله استشهد فطبعا الملك طلال زي ما بتعرف أنت ما طالش فترته بسبب مرضه فتولى الملك حسين آآ آآ الحكم الحكم لما بدأت معاه مقابلاتي من أجل هذا الكتاب سألته عن حرب 67 فأجابني جواب وأنا لدي خمسة أشرطة عليهم سبع ساعات من الحوار مع الملك حسين ما زلت أحتفظ فيهم لليوم فأجابني بما يلي قال لي لا أنت لازم تسمع القصة من الثاني من أيار ألف وتسعمية وثلاثة وخمسين اللي هو اليوم اللي اعتلى فيه العرش <applause> وروا لي قصته مع الأردن وكيف نهض وما هي الصعوبات اللي اعترضت لكن أهم شيء أنه كان يدرك أن المواطنين الأردنيين خلفه بكل إخلاص لأنهم واثقين أولاً من حكمة القيادة، ثانياً من قدراتها على إنجاز ما لم ينجزوه. أنا بدي أحكي لك معلومة حصلت معي في بريطانيا. أنا في يوم من الأيام كنت كنت يعني أحضر جلسات البرلمان البريطاني في في دروج المشاهدين أو نعم. يعني شرفة. الزوار. م. فواحد منهم بتحدث انا وياه فبقول لي انت اردني مش هيك؟ قلت بقول له نعم. ولا بقول لي والله ملككم فظيع، بقول له شو؟ هي از فانتاستيك كينج هيك إيه قال لي. قال لي الاردن لم تعد دوله من الدول التي توصف بانها ناميه. الاردن اصبح الان من الدول المتقدمه. وقارن لي، قال لي مين اكثر تقدما؟ الاردن ولا اليونان؟ مثلا. الاردن ولا تشيكوسلوفاكيا؟ الاردن ولا كذا؟ يعني بمعنى اخر انه بدا الاعتراف بما انجزه الهاشميون حتى عهد الملك حسين او حتى مرور جزء من عهد الملك حسين كان اسطوريا. وبالتالي نحن ننعم اليوم بما انجزه لنا وانا اوجه محبتي وتحياتي وتاييدي ولائي لجلالة الملك عبد الله الثاني لأنه ورث إرثا عظيما واستمر في البناء أو في تعزيز هذا الإرث عشان هيك أسمي بالملك المعزز لأنه جاء لتعزيز ما أنجزه الملك حسين والبناء فوقه والحقيقة استمرت هذه المسيرة على نفس الوتيرة منذ عبد الله الأول حتى اليوم طيب دكتور أطرح سؤال آخر بعد ما تحدثتنا حول هذه المفاصل التاريخيه نعم. عن هناك بعد تاريخي وديني للاردن. نعم يعني دائما انا كاستاذ في الجامعه وخاصه في تدريس ماده التربيه الوطنيه دائما اول سؤال اطرحه على الطلبه بشكل اساسي في ماده التربيه الوطنيه الاردن منذ متى وجدت مه. يعني هل الاردن قديم ام حديث طبعا الاجابات معظمها تتحدث عن عمر الدوله الاردنيه الحديثه منذ عام 1921 نعم. ويتفاجا الطلبه بشكل اساسي عندما نتحدث ونقول بان الاردن تسميه الاردن بهذه الحروف هي منذ اكثر من 3000 سنه الاردن اردن 3000 الأردن منذ اكثر 3000 سنه كيف بدايه التسميه الاراميه القديمه للاردن كانت تسمى يردن ومعناها كثره سواقي المياه يردن يردن باللغه الاراميه القديمه ولذلك كثره سواقي المياه سواقي المياه ماشي. هذا من جانب طبعا اليوم لا نستطيع ان نقارن بحاله الاردن وجفافها لا, لا ما انا ب... كان سابقا ماشي يعني. لا انا بدي عليك السؤال جغرافيا ظلت الاردن قبل 3000 سنه نفس هذه المنطقه ام كان يقصد بها بلاد الشام ككل لا بلاد الشام بلاد الشام يعني مش بس منطقتنا جغرافيا الخارطه اقصد ممكن في سوريا ممكن فلسطين لا لا, لا تحديدا آه يعني احنا آه عندما نتحدث عن الاردن بهذه الفتره نحن نتحدث عن التقسيم العرضي لبلاد الشام آه بمعنى اخر آه ان الاردن كان يشمل وسط الاردن وشمالها مع جنوب سوريا جنوب آه لبنان شمال بالزبط فلسطين بالزبط صح وعاصمتها طبريه ماشي هذا كان بشكل اساسي هذا قبل, قبل ثلاثة قبل سنة. سنه عندما جاء اليونان والرومان استمرت التسميه وكانت تسمى ثيم الاردن ثيم ثيم وهو مسمى عسكري مم. ولاحقا اقتبسوا الفاتحين العرب وسموا جند الاردن مم. طبعا احنا عندما نتحدث عن الفاتحين العرب ونتحدث عن الفتره الاسلاميه حتى ما قبل الاسلام يعني يوجد لدينا عده شواهد اثريه تتعلق فيما يتع... بزمن الاردن والحديث عن اسم الاردن بمسماها الفعلي يعني عندما نسمع احد المشركين يعترض على النبي يقول بان محمدا عليه الصلاه والسلام يعدنا بجنان كجنان الاردن. بهذا بهذه العباره يعني ونحن نتحدث عن يعني تقريبا منذ اكثر من 1200 سنه 1300 سنه هذا هذا بشكل اساسي. ما بعد هذه الفتره طبعا يعني فتره الاسلام وقبلها الرومان وقبلها اليونان. ووجود الحضارات على ارض الاردن من الادوميين والعربيين وبالاضافه الى اللي هي منطقه حسبان اليوم التي تسمى بالاضافه الى هذا لا يمكن انكاره حتى يعني احنا دائما ما نتحدث فقط عن الانباط وهذه ايضا نقطه ضعف لدينا في هذا الجانب ليس فقط الانباط من كانوا في هذه يعني عندما نتحدث ايضا عن مملكه الغساسين الذين كانوا موجودين وكانوا يتخذون من البلقاء والكرك ايضا مدن رئيسيه بعد ذلك عندما جاء الاسلام وتم تقسيم الاردن كجند من اجناد بلاد الشام وتسمى جند الاردن وكان حاكمها شرحبيل بن حسنه هذا بشكل اساسي ما بعد فتره هذا البعد الديني هذا البعد لا لا احنا عن البعد التاريخي اذا ما تحدثنا عن البعد الديني نحن ونتحدث عن التقسيم العرضي اذا القدس كانت هي جزء من الدوله او ما يسمى بالاردن بتلك الفتره إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بقبور الصحابة، إلى ما يتعلق أيضاً بالقلاع التي بنيت بالفترة الإسلامية والقصور الأموية وما إلى ذلك، هذا أيضاً له بعد ديني فيما يتعلق بقبور وأضرحة الصحابة، وقبور وأضرحة بعض الأنبياء الموجودين أيضاً في الأردن، هذا يعطينا بعد ديني. هذا يذكرنا بما اشاعه بعض السياسيين قبل سنوات قليله بالاردن العظمى <تصفيق> <تصفيق> جزء من سوريا وجزء من العراق <applause> <applause> لكن احنا يعني عندما نتحدث وخاصه ما بعد الثوره العربيه الكبرى ومن بعد تاسيس الاردن الحديث من عام 1921 دائما كان يطمح الامير المؤسس مشروع سوريا الكبرى والذي كان دائما ينادي فيه على آه. اعتبار نحن جزء من سوريا آه. ومثل ما تفضل استاذنا الدكتور سمير في الحديث عن مجيء الامير وقضيه انه هو جاء لتحرير سوريا منذ بدايته ولاحقا بدا بتاسيس اماره شرقي الاردن مه. لذلك احنا دائما بنحاول في الجامعه وفي المحاضرات دائما ان نؤكد ان هناك بعد تاريخي للاردن يمتد الى اكثر من ألاف سنه دكتور انت هذا موجود في جميع كتب التربيه الوطنيه ليس أنا من كتبته آه. موجود دلوقتي. في موجود ايضا في كتب الدكتور سليمان الموسى في م. كتب الدكتور علي محافظه في كافه المؤرخين مورخين. الاردنيين الذين كتبوا بهذا الجانب مه. موجود ومثبت وحتى فيما يتعلق يعني عن وجود بعض الآثار ووجود بعض النقوش وبعض الحفريات التي أثبتت أيضا قدم الأردن يعني عندما نتحدث عن اكتشاف في 2017 عن أقدم رخيف خبز وجد في البادية الأردنية عمره أكثر من 17 ألف سنة أول رخيف خبز آه أكثر واه. من 17 ألف سنة صحيح. بعثة اثرية وجدته هذا في في المفرق يعني في اول ناس عملوا اول ريف خبز في الاردن هاي المعلومة قال لي اياها معالي غريبه عندما أيوة كان وزيرا وحتى فيما يتعلق بالتماثيل الموجوده كانت وجدت بعين غزال يقدر عمرها ب ألاف سنه اذا هذه المنطقه هي منطقه ماهوله بالسكان منذ قديم الزمان مش قادرين لكن, لكن للاسف نحن لدينا اعتقاد عند الاردنيين اننا كنا معبر فقط يعني لو وكأن هذه البلد أو هذه الأرض دائما كانت فارغة وهذا غير صحيح على الإطلاق. كانوا يحدثون دائما بأن هذه صحراء كانت بلاد صحراوية طول. نعم آه وبالتالي لكن اللي بثبت الكلام المدن هذه اللي خلفها لنا الرومان الرومان آه واليونان نعم. وال... والانباط يعني, يعني اتحاد الديكابوليس سبع مدن منه في الأردن سبع مدن منه في الأردن يعني اثنتين في فلسطين وواحدة في سوريا يعني طب كيف يمكن أن نعمق هذا التاريخ؟ كيف يمكن أن نروج لهذا التاريخ؟ بوضع ونتع... منهج وتدريسه في الجامعات فقر. هذا أفضل طريقة لإيصاله إلى عقل الشباب لماذا دائما المأخوذ بأننا دولة صغيرة دولة فقيرة لا لا إحنا دولة ال... تعيش على المساعدات كان والهباء. ذلك في الماضي الآن لا نحن الان زي ما قلت لك هذا السياسي الانجليزي قال لي اياها ان الاردن صار الان دوله متقدمه وليس دوله ناميه. بمعنى اخر انه احنا وصلنا الى من حيث النهوض الحضاري النهوض الانساني مه. الاكاديمي الاقتصادي وصلنا الى مستويات ما ما وصله ابناء الدول المتقدمه، فبالتالي وصف الاردن بانه دوله ناميه هو فقط من اجل يعني تبرير المساعدات التي تاتينا من بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحده او بريطانيا لكن احنا لسنا لسنا انا اؤكد واصر ان الاردن ليس دولة ناميه ولا صغيره فقيره نعم ولا دولة صغيره, لا دولة صغيرة فقيره لا دولة صغيره طبعا يعني بالو... جغرافيا صغيره طبعا يعني تقارنها مع الولايات المتحده او لا او البرازيل لا 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 يعني كل دولة ولها حدود ولها وزي ما تفضل الدكتور يعني انه هذه المنطقه حدودها كانت ما كانتش محدده كما هي الان هذا هذه الحدود التي صنعت صنعت من عصر ساكس بيكو. صحيح؟ ما ف... كنا يعني. لا ما كانش يعني حتى لما لما الامير ف... الامير فيصل لما جاءوا وعمل المملكه العربيه السوريه الانجليز كانوا بدهم يودوه على العراق. وبعدين عندما هزم في معركة ميسلون اه الانجليز او عوضوه بانه سلموا امارة العراق. العراق اللي اصبح ملكا فيها حتى عام 1958 انقلاب عبد الكريم القاسم. فيعني لذلك انا بعتقد انه مش المساحه الجغرافيه وانما الانجاز. طيب الى اي حد يمكن بدي بس اضرب لك مثل تفضل طبعا عصري ماشي ايضا انا مره كنت بشارك في مؤتمر في واشنطن فواحد بيقول لي في عمره زعيم اخر في العالم وقف له اعضاء مجلسي الكونغرس 11 مره يصفقون له على ما يقوله عن من القضيه الفلسطينيه استطاع الملك عبد الله الثاني الله يعطيه الصحه والعمر استطاع ان يوصل صلب هذه القضيه الى اهم مركز صنع قرار يتعلق في هذه القضيه في العالم اللي هو الولايات المتحده لكن طبعا يعني احنا لا نستطيع ان نتجاهل ضغوطات اليهود واللوبي اليهودي والمال اليهودي لكن مع ذلك يعني الملك حسين الله يرحمه جاهد جهادا كبيرا في قصه المؤتمر الدولي انا رافقته في عدد من الزيارات لما كنت في الديوان الملكي الملك حسين كان يعتقد انه اسرائيل عندما اصدرت اصدر مجلس الامن قرار 242 رفضت اسرائيل تنفيذه الا بالمفاوضات المباشره طبعا العرب رفضوا المفاوضات المباشره لذلك يعني على الرغم من انه الامين العام بعت مبعوث غونارياري انه يحاول يتوسط بين الاطراف الا انهم اصروا على المفاوضات المباشره <applause> الملك حسين طلع اكثر ذكاء منهم شو سوى دعا الى المؤتمر الدولي انه لتنفيذ قرار 242 باشراف الدول الدائمه العضويه في مجلس الامن وفي هذه هذا مش بس الولايات المتحده صحيح في بريطانيا وفي فرنسا وفي الاتحاد السوفيتي او ما كان اسمه الاتحاد السوفيتي بالتالي يعني جال العالم الملك حسين وهو يدعو الى عقد المؤتمر الدولي وانا حضرت عدد من الجلسات وحتى في لندن يعني من من هذا فلذلك الحقيقه لكل من الملك حسين وجلاله الملك عبد الله الثاني الله يطول في عمره يعني كلاهما استطاع ان يوصل الكلمه المثلى الحقيقيه التي تمثل الواقع وما يجب ان يكون في حل هذا النزاع الذي استمر منذ اكثر من 100 عام طيب دور الاردن في الاقليم كيف ترى يا عيني اسالك سؤال هناك من يقول احيانا بان الاردن تتبع هناك من يقول بان الاردن اذا لم تتخذ القرار المحدد لن يتم اعطائها مساعدات هناك من يتحدث بان الاردن حدود نار ملتهبه سوريا العراق ما انت تعلم ذلك جيدا هناك من يقول علينا بالذئاب المنفرده وداعش واخواتها ان صح الوصف كيف ترى موقف الاردن في دول الإقليم لكن أيضا بعد فاصل قصير أخير مع الدكتور كذلك. فاصل قصير أخير تفضلوا بالبقاء معنا <applause> أهلا بكم من جديد وجد ترحاب ضيفي وأعود إلى ذات السؤال دكتور سمير وهو وزن الاردن اقليميا يعني الان نعم. او على المستوى العربي ما هو؟ يا سيدي شوف دائما الكثيرين ينظرون الينا من زاويه المال فقط. ماشي كويس الملك حسين الله يرحمه له جمله مشهوره ماشي. الانسان اغلى, أغلى ما نملك صحيح. صحيح صحيح وهذا الانسان استطاع ان يشارك في بناء الشرق الاوسط كله صحيح الاردنيون الاردنيون موجودون في كل دول المنطقه الاكاديميين الاطباء مهنيين. المهنيين المهنيين المهندسين إداريين. الاداريين رجال المال موجودين في كل المنطقه واستطاعوا ان يساهموا في بناء هذه المنطقه اضف لذلك ان خيره الخيره من الشباب في الدول العربيه مش مقصودش الدول العربيه المجاوره لنا م. يعني سوريا والعراق ولبنان بقصد دول الخليج العربي ودول نعم. المغرب العربي ياتون من اجل العلم صحيح نحن انا بتذكر كمان الملك حسين الله يرحمه في مقابلاته معي مره قال لي انه اول لما تولى العرش كان عدد طلاب المدارس الثانويه في الاردن يقترب من 4000 طالب الان عندنا ألف طالب اللي بدهم يتقدموا للتوجيه ألف 200, ,000 200 ,000 وشوي كمان م. ماذا تسمي هذا الإنجاز؟ هذا إنجاز عظيم ليس بالنسبة للأردن فقط لكن طيب كيف يمكن أن نحافظ على هذا الإنجاز على وجه الخصوص؟ كيف ممكن أن نحن نحافظ عليه دكتور؟ بأنه نبني فوقه بأنه نضيف إليه مش بس نطالب منه يعني مش بس نعرض هذا الإنجاز لمطالبنا الخاصة والشخصية يعني بدي أقول لك شغلة أنا عشت 24 سنة من حياتي في بريطانيا لكن دائما كنت أقول لازم أرجع للوطن ورجعت ودرست 11 سنة في الجامعات لأنه من واجبي شعرت أن أمرر للشباب فيجب أن نمرر للشباب حصيلة هذه الثروة المعنوية والمادية التي تمكنا من أن نصنع منها هذا الأردن العظيم الآن الطلاب العرب يأتون للدراسة في الجامعات الأردنية المرضى العرب يأتون للمعالجة في المؤسسات الطبية الانفراستراكشر اللي بيسموه ايش بسموه الانفراستراكشر؟ لا 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 تنسى دكتور الخبرات العسكريه ايضا كمان ايضا انا انا مره قابلت جنرال اردني في الامارات قال لي انه هو كان جاء كخبير عسكري لإنشاء الجيش أنا بحكي في أول عهد آه الاستقلال يعني وهو يسمى نوع من أنواع التبادل الخبرات نعم بين نعم الدول طيب يعني هذه الأدوار وهذا يعطي مؤشر على أن الأردن لها دور مميز وواضح في الدول العربية وفي الإقليم نعم وهي استطاعت أن تحافظ على استقرارها صح في عام 2000 في الربيع العربي إذن إحنا ثروتنا يعني مش كانت واضحة آه ثروتنا مش مادية وإنما بشرية طيب دكتور ماذا تضيف على هذا؟ على ما تفضل؟ لا انا بالبدايه بس يعني حبيت اضيف في عده نقاط فيما يتعلق بقضيه دائما الترويج للاردن بانه دائما دوله صغيره ضعيفه فقيره بكل شيء هذا تم ترويج له بوسائل اعلام عربيه الدول العربية بغض النظر عن هذه الوسائل هذا بجانب وتم دائما تنشئتنا على هذا الاساس علما ان الاردن ليس بهذه يعني من ناحيه السوء الاقتصادي او من ناحيه الفقر وان كنا صحيح نحن نعاني من من فقر ونعاني من نقص في الموازنه نحن ونعاني نعاني من سوء اداره رد ودارة. علي. آه طبعا طبعا سوء إدارة. طول إدارة إدارة. عمرنا الاردن هاي إمكانياتها الماليه بس بعمر الاردن ما كان ما وصل بهذه حالية. الديون ما كان بهذا البطاله صحيح نفسيات الناس التعبانه ب 1000 هذا بالاداره رد علي بالاداره صحيح هذا بجانب صحيح. بجانب اخر يعني حتى منذ تاسيس الاماره وسعي الامير عبد الله وحاول ان يتفاوض مع الانجليز في اكثر من جلسه فيما يتعلق بالحصول على موانئ بحريه على البحر الابيض المتوسط وللاسف كان الانجليز دائما ما يرفضون طبعا لتطبيق وعد بالفور المعروف ولذلك تم الحاق منطقه معان والعقبه بالاردن في عام 1925 حتى يكون لنا ميناء بحري معان والعقبه والعقبه بالخم الحقت في الاردن في عام 1925 م. لانه كان يتبع الى مملكه الحجاز بتلك الفتره جزء من العقبه كان يتبع الى مصر ومعان كانت تتبع لمملكه الحجاز م. اما فيما يتعلق بقضيه الدور الاقليمي للاردن لا يمكن لاي سياسي او عسكري في منطقه الشرق الاوسط ان يستطيع ان ينكر دور الاردن من الناحية العسكرية والأمنية واعتبار الأجهزة الأمنية الأردنية كضابط أساسي في منطقة الشرق الأوسط الأردن يمارس عليه ضغوط كل دول العالم تمارس عليه ضغوط في الناحية السياسية والعسكرية ومن أجل فرض بعض القرارات نحن نتيجة لرفضنا بعض القرارات تم حصارنا اقتصاديا ليس بالمعنى العام لكن على الأقل تم التضييق علينا بأموال الاستثمار على الأقل صفقة القرن كمثال يعني تم الضغط علينا بشكل كبير فيما يتعلق بقضايا الدول المجاورة في كثير من الأحيان تكون الأجهزة الأمنية تستشار بالدرجة الأولى والأخيرة في هذه القضايا كوننا ذو خبرة في هذا المجال وهذا لا يعني وليس محاباة للأجهزة الأمنية الأردنية وإنما هو واقع يتم تطبيقه وباعتراف جميع أجهزة المخابرات على مستوى المنطقة لذلك علينا ان لا نقلل من دور الاردن من الناحيه الاقليميه مثل ما تفضل استاذنا وتحدث عن قضيه الدور الاردنيين في بناء الدول المجاوره سيما دول الخليج وغيرها ولا بد ايضا من التاكيد على الاردن حتى في عهد الملك عبد الله الثاني لا سيما ومثل ما ذكرت انت قضيه الارهاب وقضيه التطرف وافضل من عبر عن الاسلام ورفض الارهاب في العالم الملك عبد الله الثاني سواء برساله عمان سواء في كلمه سواء سواء في خطاباته في الامم المتحده في جميع المحافل الدوليه كان الملك هو افضل من عبر عن رفض رفضنا بشكل عام للارهاب والتطرف واوصل وجهه نظر الاسلام الصحيحه للطرف الاخر وتكريماته في عده محافل دوليه دلاله على ذلك ولذلك دور الاردن لا يمكن أن يتخذ أي قرار في منطقة الشرق الأوسط إذا ما كان الأردن له علم أو على الأقل قرار في هذا الشأن نعم طيب دكتور الآن الحديث عن المواصلة لا نريد أن نتغنى بالتاريخ لكن نريد أن نفخر فيه وأن طبعا. لا نتوقف طبعا. نريد أن نستمر للحديث نعم. بأننا نعم. في هذا الجيل استطعنا أن نبني كذا وكذا وكذا نعم. كانت لنا محطة كيف يمكن الاستمرار؟ كيف يمكن الحفاظ على اقل تقدير على هذه على هذا الثوابت؟ يا سيدي انا بعتقد ان الانجاز الذي حققناه لا يستهان به. اكيد. صحيح احنا شح الموارد لدينا هو من العوائق الرئيسيه الحقيقه في تطوير النقاط اللي ذكرتها انت، كيف نستطيع ان نقفز عن صحيح. الوضع الحاضر. شح الموارد لكن مع ذلك استطاع الإنسان الأردني أن يساهم مساهمة فعلية في بناء الدولة مشكلتنا هو الحقيقة الإدارة والإدارة أو أو بعض ال الإدارة دي. على العموم إحنا لا نخصص نعم وسببها معدل. الواسطة واسطة بقول لك بكل صراحة واسطة. سببها الواسطة فالواسطة هي التي الحقيقة تؤدي إلى تدهور حالة ووضع و... يعني وسلاسه العمل الاداري في الاردن الواسطه لانه كل واحد بيقول لك انا ما يا اخي انا واسطه فلان ما حدش بيقدر يمر ما حدش ياثر علي ما حدش بيقدر يطلعني من وظيفتي ما حدش بيمنع عني الترقي إلى ما آخر. كان في واسطه قبل 50 سنه 40 سنه يعني بس مش بالشكل الحالي مش بالشكل الحالي بس عينك عينك ها اه عينك عينك ترافق... ترافق الواسطه مع الفساد هي التي زادت بال, بال... ما بعد الخمسين سنه يعني احكي يعني لك شغله على الواسطه حتى تشوف ال... آه. لما كنت سفير في هولندا انا طبعا انا اسست السفاره في هولندا فطبعا كان علي ان أست... يعني استقدم الموظفين اللي يساعدونا ال... كان معي يعني اثنين دبلوماسيين فقط من الاردن والباقي آه. الجهاز الاداري بدك تاخذه محلي مش هيك؟ صحيح صور بعثوا واسطه على هولندا من شان اجيب شباب او اثنين شباب بالذات من الاردن اشغلهم محليين لهد... هاي الواسطه هذا اللي انا بقصد اللي بقصدته انه يا... يا اخي يا معقول اجيبه انا من الاردن واحطه هون طب ما بده يسكن وبده يعيش وبده ياكل بده بده كل شيء بده لغه, بدو يت... بدو بدو لغة بدو... من وين في, في الاردن على الاقل في بيته في امه او زوجته اما اما في هولندا بده اصير انا اللي متولي اموره بدي ابطل اشتغل عمل دبلوماسي بدي اصير اشتغل ارعى هؤلاء الشباب اللي بدهم يجي يشتغلوا في ال... وغلبوني غلبه كبيره الحقيقه ويعني ما فيش داعي اكمل القصه لكن يعني انا كنت كثير كثير منزعج من السبب القصة. الرئيسي وراء اذا تحدثنا عدم نجاح الاداره في الاردن للواسطة أم مش عادي، واحدة من الأسباب أم التوصية بأن فلان يصلح لإدارة هذا العمل أم لا؟ يعني هو في من من كلا العنصرين شيء من الصحة. الحقيقة الواسطة أنا في رأيي هي الجزء الأساسي من التأخر الإداري إذا صح القول بكلمة تأخر. يعني الروتين الإداري الصعب لما بتروح أنت على دائرة يعني تجد انه في سوء بيروقراطيه اه البيروقراطيه والله راح يشرب قهوه اه ما بصير هالحكي يعني وصف التل الله يرحمه لما جابوه مدير عام للاذاعه اضرب لك فيه مثال كانوا كانوا موظفين في الاذاعه هيك هذه الطريقه والله رايح اشرب شاي رايح اجيب مش عارف ايش فشو سوى حدد ساعات قهوه الصباح من العشرة ونصف ونص لل11 الغداء من 1 إلى 2 شاي العصر من الثلاثة ونص الأربعة وغير هيك ممنوع وإذا لم تكن على رأس عملك في 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 نجيب مثل وصف التل ما يعني سيدي أنت بدك رجال على غرار وصف التل الله يرحمه الله يرحمه فالمهم إنه يعني اللي بقصده هذا السبب في يعني بدي أحطه بين مزدوجين التدهور الإداري عندنا طب ما في بريطانيا أكبر بلد بيروقراطي في العالم ومع ذلك العمل ماشي من أحسن ما يمكن بتروح تراجع الدائرة بيقول لك تعلي يوم الاثنين الساعة عشرة ونص بتروح يوم الاثنين الساعة عشرة ونص بكون شغلتك جاهزة وهم اللي علمونا البيروقراطية ومع ذلك ما فيش منه هذا الحكي لسبب أه. إنه ما فيش واسطة نسأل الله إصلاحا إداريا إنسان. <applause> مرفوقا بسياسيا وتمكين اقتصادي تعرف أنا أولادي لما راحوا يدرسوا في الجامعة كان شرط الأساسي عليهم أن يختاروا دراسة مادة لا تؤدي إلى وظيفة لانه انا مش مستعد اتوسط لهم. <applause> بس اذا اخر اضافه آه بس يعني بعد آه فيما يتعلق بقضيه البناء على ما تم تحقيقه من الاردن بعد الاستقلال هي قضيتين اساسيتين لا سيما في عهد الملك عبدالله الثاني تطبيق الاوراق النقاشيه السبعه التي طرحها الملك بحذافيرها كامله والاستثمار في الانسان الاردني بخلق فرص عمل جديده بشكل اساسي هاتين النقطتين الاساسيتين بالإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي صحيح. عند ذلك نستطيع البناء في المئوية الثانية إن شاء الله أهم شيء النية إن شاء الله بس يشتغلوا خلاص يعني شو بدنا منه يشتغلوا أكثر خيرا كل الشكر لمعالي العين الدكتور سمير مطار شكرا جزيلا لك ولوجودك الشكر شكرا مص... لاستضافتنا بالعكس هذا واجب علينا الله يخليك الشكر موصول لك الباحث في التاريخ الاردني الدكتور مهران شكرا الجديد. لك استاذ كل عام والاردن وانتم بالف خير كل التعايش شكرا عليك